بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم. في ليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.